يوم هكلمكم عن واحد من أشهر المراهم المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض الجلدية، وكتير من الأطباء الجلدية المحترمين والأطباء اللي عندهم ضمير حي بينصحوا بيه، خصوصا في مرض الصدفية. بيحتوي على مواد بتساعد في التقليل من الأعراض اللي بينتج عنها هذا المرض، من احمرار وحكة وجفاف جلد شديد. تعالوا نتعرف اكتر عليه عشان ما اطولش عليكم، ونعرف ايه هو مرهم ديفوبيت، ونعرف ايه هي مميزاته، سعره، طريقة استخدام، العيوب، وليه المرهم ده بيبقى ليه طريقة في الاستخدام معينة، وليه المرهم ده بتبقى نسبة الشفاء لو استخدمناه بطريقة صح نسبة الشفاء فيه بتكون عالية. ويلا بينا نتعرف اكتر عليه. المرهم من الحاجات المميزة فيه ان هو بيناسب كمان علاج الاكزيما وطفح الجلدي، بيقلل شوية من الاحمرار والالتهابات اللي بتنتج عن الاكزيما والتهاب الجلد الشديد والخشونة والجفاف. بيعالج مرض الصدفية، وبيستخدم في علاج التهابات الجلد، وبيعزز بناء وتكون الخلايا الطبيعية للجلد من جديد. بيستخدم في علاج القشور الناتجة عن الصدفية واللي بتيجي نتيجة الانقسام السريع لخلايا الجلد. بيعالج كمان الطفح الجلدي والاحمرار الناتج عن الاكزيما. طيب بالنسبة لطريقة الاستخدام، لو احنا استخدمنا بطريقة صحيحة وسليمة عشان تتخلصي من كل مشاكل، ايه هي الطريقة دي؟ يلا بينا نتعرف عليه اكتر. اولا بيتم تعقيم المنطقة المصابة من الجلد، وبنعقم ايدينا كويس، وبندهن المنطقة المصابة بطبقة رقيقة من المرهم او الكريم، وما ينفعش نغطيها باي حاجة سواء ضمادة او قطن. ما ينفعش ان احنا ندهن اي منطقة اخرى سليمة، احنا بندهن بس المنطقة المصابة. ولو لزم الامر ان انت تغطيها فده لازم يكون تحت اشراف طبيب متخصص، لان ده بيخلي ان الجلد يمتص الكريم او المرهم بشكل اسرع، فبالتالي بتبقى نتائجه لو ما استخدمش بطريقة سليمة ممكن تسبب مشاكل كارثية او مشاكل كبيرة جدا جدا احنا في غنى عنها. فبالنسبة ان انت تلفي المنطقة المصابة دي حاجة ما ينفعش تعمليها الا تحت اشراف طبيب متخصص، هو اللي بيحدد تلفي المنطقة دي او تغطي المنطقة دي او لا. بيتم استعمال المرهم مرة او مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء، وما بيستخدمش المرهم لاكتر من اسبوعين او 4 اسابيع بالكتير الا تحت اشراف طبيب. في حالات مرضية بتشفى يمكن من خلال 3 ايام بس او في خلال اسبوع من الاستعمال، وفي حالات بتستمر في استخدام المرهم لاكتر من كده، فالطبيب وحده هو اللي بيحدد الجرعة، بيحدد المدة الزمنية اللي بتمشي عليها. قبل استخدامه ضروري ان انت تستشيري الطبيب. الاثار الجانبية اللي ممكن تحدث من المرهم، ظهور حكة جلدية او طفح جلدي، تغير لون الجلد احيانا، علامات التمدد، زيادة في نمو الشعر، توسع الاوعية الدموية. الاعراض دي والتأثيرات الجانبية دي مش بتظهر في جميع الحالات، هي بتظهر فقط في حالة الاستخدام المفرط للمرهم او في حالة الاستخدام من غير وصف طبيب للحالة. فعشان كده بحذر ان انتي بلاش 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 تستخدمي المرهم او الكريم من تلقاء نفسك. وزي جميع الادوية الموجودة في الصيدليات، بعض الحالات ما ينفعش نستخدم معهم الكريم. عندك مثلا مشاكل في الكلى، في الكبد، حساسية لأي من مكونات المرهم، الأطفال، ما ينفعش يدهنه إطلاقا على الوجه إلا تحت إشراف طبيب، وفي حالات معينة، في حالات ضيقة جدا، لو كنت حامل أو بتخططي الحمل أو بترضعي، كل الحالات دي لازم يمتنعوا عن استخدام المرهم لأنه ممكن يسبب آثار جانبية خطيرة، ولو هيستخدموه لازم يكون تحت إشراف طبيب. في حالة تفويت جرعة من المرهم، ففي حالة ان انت تفتكري الجرعة تبدأي تطبقيها، تطبقي الجرعة، ولو نسي يعني لو الجرعة التانية قربت تيجي معادها فخلاص يعني ما تحطيش الجرعة الاولى، وحطي الجرعة التانية في معادها. اهم حاجة
ان انتي ما تضعفيش الجرعة عشان ما يسببلكيش اي تأثير سلبي. مهم ان انتي تحافظي على جلدك من اشعة الشمس الفوق بنفسجية عن طريق استخدام الكريمات الواقية للشمس، وتغيري من نمط الحياة الخاصة بيكي بحيث ان انتي تقضي يعني اوقات بعيدة عن الانظار وعن عن الشمس قصدي، او درجات الحرارة العالية. و ما ينفعش ان انتي تدي المرهم لحالة مرضية شبه او مشابهة ليكي، لان اي حالة مرضية لازم تستشيري الطبيب قبل البدء في استخدامه، حتى لو الكريم او المرهم جاب معاكي نتيجة كويسة فبلاش تنصحي بيه غيرك الا لما يستشير الطبيب او لما يشوف هل المرهم او الكريم هيناسبه ولا لا، حتى لو جاب معاكي نتائج كويسة. يعني انتي ممكن تعملي لايك، تعملي شير للفيديو مع صحابك وحبايبك عشان الفايدة تعم، عن طريق ان هم بياخدوا فكرة عن المنتج، يعني لو اشتروه بالفعل او بياخدوا فكرة بيكون عندهم خلفية كده فهيكونوا هيستفادوا. انما تقول لهم انا استخدمت المرهم وجاب معايا نتيجة فاستخدموه انتوا كمان هيناسبكم قوي، فانا منصحش بالموضوع ده لان ده كريم مش تجميلي. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يعني ضمير حي، للأسف الشديد في البيوتي سنتر، في الكوافير، في بعض الصيادلة الغير يعني آدميين أقدر أقول كده، ممكن ينصحك بالكريم ده في خلطة ثلاثية مع مكونات أخرى للتبييض. هتلاحظي فعلا أن التبييض رائع في بشرتك، وأن بشرتك افتحت وعطاكي نضارة وحاجة كده من الحاجات التحفة. أنا واحدة شخصيا كانت يعني سمرة، والسمار نص الجمال يعني، ولكن كانت حابة تغير من لون بشرتها فكانت بتستخدم الكريمات بما تسمى ما بين قوسين الخلطة الثلاثية، بتبقى عبارة عن كريمات فيها منها كورتيزون في منها كريمات مبيضة، بتبقى خلطة عبارة عن ثلاث كريمات بتخلطوا مع بعض، وفعلا افتحت جدا لدرجة ان ناس كتير جدا راحوا سألوها وبدأوا يستخدموا الكريم وهم كمان ابيض. ولكن اللي حصل بعد كده، بعد استخدامها حوالي شهرين او 3 شهور من الكريم، حصل تغيير في شكل بشرتها فظيع، لون بشرتها تحول للاصفر، حصل ظهور شعيرات دموية بشكل رهيب في بشرتها، الكل اتفاجئ حرفيا بشرتها اتدمرت يا بنات. فخلي بالكم اوعي تحطي خلطة على بشرتك او حطي كريم على بشرتك الا ما يكون تحت اشراف طبيب. دي نصيحة مني ليكم، نصيحة لوجه الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. لو في اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي تحت في الكومنتات. انا مش طبيبه، بالنسبه للناس اللي بتكتب لي انت يا دكتوره احنا عندنا سؤال ليكي، انا مش دكتوره ولكني مهتمه بمجال العنايه بالبشره والشعر والجسم، بقرا كتير في المجال ده، بحاول عرفت معلومه او قريت مقاله باجي اقولها لكم، ولكن انتوا كمان قولوا لنا تجربتكم مع الكريم او المرهم. اتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، اشوفكم في حلقه جديده على خير. اللايك والشير مهمين جدا رفع المحتوى، وشوفوا الفيديوهات الزهرة قدامكم على الشاشة هتعجبكم وهتنال على رضاكم. دمتم حبايبي في أمان الله.